اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. بيعمل فيها دور المخلص، يبقى انسان خاين، وانا بالنسبه لي الخاين لازم ياخد جزاؤه. برضو كلنا بقينا من وجهه نظرك خوان خلاص. بتجمع ليه بهجت؟ انت مالكش دعوه باللي بيحصل ده. في الاول كانت شاهين، دلوقتي عمر. عقليها انت بقى، دور دلوقتي بقى على مين؟ بهجت انت عمرك ما تعمل فيها كده، انت اكتر واحد من اللي حواليا بيحبني بجد. وعمر
عمر يا مريم مش كان برضه بيحبك؟ فكري فيها يا مريم، فكري بينك وبين نفسك يعملوا كده. الاتنين خانوكي زي ما انت بتقولي، أنا مش هشغل بالي باللي عملوا غيري. المهم إنهم أخدوا جزاءهم عشان ما يفكروش تاني أبدا إنهم يغدروا بيا. وبما إن صاحبك بقى خرج منها وربنا بيحبه قوي، يبقى لازم توصلي الرسالة عشان يعيش طول عمره ندمان إن هو حاول يلعب معايا. وانت اللي هتوصل له رسالة. زهقت زهقت يا سياده اللواء، زهقت من المبررات الواهيه التافهه الساذجه اللي كل شويه بسمعها دي. يعني ايه واحد يطلع يعجبني في التلفزيون ويتعبني من الاكل والحكايه تعدي بالسهل كده؟ فين اجهزه الدوله؟ فين الرقابه؟ ازاي البرنامج ما يتقطعش عليه والمذيعه دي تتوقف وتروح في 60 داهيه هي وصاحب القناه؟ انا قلت لحضرتك هيطلع لنا الف واحد من حقوق الانسان ولجنه الحريات ومش هنخلص. ده كلام مرسل بعبعه على الفاضي. تحب سعادتك نقضي؟ نقضي ايه؟ نقضي مين؟ انت مش قلت بعد ما خلص البرنامج عمل حاسه؟ يعني الحكايه مترتبه ومقصوده زي قضيه فريد حسن بالظبط. تتهمني بالقتل وبعدين تعمل له حادثه يبان رئيس الجمهوريه قدام الناس كلها انه سفاح وقاتل. اللعبه مكشوفه مكشوفه يا سياده اللواء، والقصد منها تشويه صورتي. انا مش فاهم مش فاهم لغايه امتى هتفضل ساكت؟ حضرتك عارف كويس قوي عمر ده تبع مين. اكيد لما قرر انه يهاجم سعادتك كان عارف كويس قوي انه محمي ومش هيحصل له حاجه. بس اللي انا بستغرب له الحادثه، اكيد الشخص اللي كان بيحميه بعد ما خلاه يهاجم سعادتك حس انه بقى ورقه محروقه ولازم يتخلص منه عشان يدفن سره معاه. الشخص اللي انت بتقصده ده تقصد ايه؟ تقصد مريم؟ مريم هي اللي استخدمته وحاولت تتخلص منه وتلبسها لي عشان تضرب عصفورين بحجر واحد؟ هو ده اللي تقصده؟ انا بحاول افكر بشكل منطقي واربط الخيوط ببعض. انا ما اقصدش اتهم الهانم لا سمح الله، بس المساله بقت واضحه والصراع بينكم بقى مكشوف، وده بقى يشكل منتهى الخطوره على الامن القومي. الشارع كله بقى يغلي يا سياده الرئيس، عشان كده لازم تقدم تنازلات لحد ما نعدي الازمه اللي احنا فيها دي وبعدين نفكر هنعمل ايه. تنازلات؟ تنازلات زي ايه؟ يا سيادة الرئيس، السنة الأولى لحضرتك مرت بمنتهى الهدوء وشعبيتك كانت في السماء. المشاكل ما ابتدتش إلا بعد القرارات اللي أعلنتها. الدنيا قامت وما قعدتش. يمكن سعادتك لما تتراجع عن القرارات دي جايز يكون ده جزء من الحل ونقضي على الفتنة. وأنا وسعادتك عارفين كويس قوي إن الهانم كانت ضد القرارات دي، خاصة إن علاقتها قوية جدا برجال الأعمال واتحاد الصناعات. وأنا
خايف لا تكون دي الخطوة الجاية. وإيه هي الخطوة الجاية؟ العمال. ممكن يسخنوا العمال على حضرتك. وساعتها مش هنبقى عارفين هنلاقيها منين ولا منين. اسمع يا طلعت، أنا مش هتراجع عن أي قرار خدته عشان خاطر مجموعة قد كده. أنا خدت القرار دي عشان صالح الناس، الناس انتخبتني عشان أعمل اللي في صالحها. الناس برضه هي اللي هتسندني وهتقف جنبي وهتحميني من المغامرة. مفهوم يا طلعت؟ مفهوم يا ريس. عشان ما سمعتش كلامي. قلت لك يا عمر، الدور جاي علينا واحد ورا التاني. انت شايف ان الكلام ده ليه معنى دلوقتي يا ماجد؟ الحمد لله انها جت على كده. بس عملت لها يا عمر؟ لمين؟ مريم. هي اللي عملت فيها كده؟ أنا كنت فاكر. هي مريم. مريم اللي عملت فيك كده يا عمر. بتقول إنك اتفقت عليها وأصرت إن أنا أجي لك لغاية هنا عشان أقول لك وتبقى عارف. تبقى الرسالة وصلتك. أنا ما بقتش فاهم أي حاجة يا عمر. اللي بيحصل انا خلاص قربت اتجنن. عمر انت اتفقت عليها مع مين؟ رد يا عمر، رد، ما تسكتش. انا مش فاهم اي حاجه. اتفقت عليها مع مين؟ الرساله وصلت يا ماجد. الرساله وصلت. هو باباكي طلب منك توضبي له مكتبه؟ لا ما طلبش. اصل هو قبل ما بيطلب بكون انا عارفه هو عايز ايه. الكلام ده في البيت عندكم؟ احنا هنا في قصر الرياسه في ناس مخصوص بتعمل الكلام ده. ما احنا كمان زمان كان عندنا ناس بتعمل الكلام ده. انت شغاله هنا في السكرتاريه مش بنت هاشم الرئيس. انا مش فاضيه اللعب العيال. المكان ده بيتحكم منه البلد. لازم تعملي حسابك ان الايام الجايه ممكن تاخدي اوامرك شخصيا مني. انا سكرتيرة الرئيس وباخد اوامري منه هو بس. مش كده وبس، انا جايه عشان اخد بالي من الناس اللي حوالين الرئيس والمؤامرات اللي بيعملوها الناس دول. وانت بقى اللي هتكتشفي المؤامرات دي والناس اللي وراها. الناس اللي نهايتها قربت قوي. في ايه يا رامي؟ مالك؟ يعني حاسس ان الدخله اللي انتوا دخلتوها عليا دي مش تفكيركم انتوا. يا مالك انا عارفك من زمان. انت هلس بس. طب ما انت كمان كنت هلس. في ايه يا ابني؟ ما كلنا بنتغير. تمام، بس انا برضو مش مرتاح. حاسس ان في حد بيزقنا لحاجه. هو مين وعايز ايه انا ما اعرفش. لا يا سي هلسه، طمن احاسيسك. احنا ما فيش حد ورانا وبنتحرك بدماغنا. تمام خلاص، اشوفكم بالليل. اوكي يلا سلام. Thank you.
ايوه يا سامة، بقول لك ايه، لازم نتقابل. رامي شكك فينا، بيقول ان في حد ورانا. الموضوع كده بقى فيه قلق. هبوط على رجب يا فوزي، بس لحد دلوقتي يا ريس احنا ما عندناش ادله قويه ضده، يعني هيخرج منها بسهوله. خصوصا اعتقلوه، اصدر قرار باعتقاله وانا همضي شخصيا لغايه لما تجهزوا له القضيه. اهم حاجه ان الصحافه ما تعرفش. تمام يا ريس. يعني ايه برنامج ومذيع يتوقفوا؟ دي مهزله. دي طلبات الرئيس. اللي حصل ده ضد الامن القومي، وبصراحه عنده حق. هو مش عارف ان هو كده بيقلب الناس ضده اكتر؟ عارف، بس واثق ان الناس اللي انتخبوه هيساندوه في اي حاجه بيعملها لانها في مصلحته. وبعدين كلامه كان فيه نبره تهديد واضحه ليا. وانت شايف ايه يا طلبت؟ انا الصراحه ما بقتش فهماك. انا زي ما قلت لك قبل كده، كل اللي يهمني مصلحه البلد، ومستعد اعمل اي حاجه وادوس على اي حد في سبيل ده. انا كمان زيك، تهمني مصلحه البلد. المطلوب اتنفذ، وقفنا نص الانتاج ونص العمال، والعمال اكيد مش هيستفيدوا. عملوا اعتصام وهي قطعوا الطريق، ولما هيتدخل الباقي انت فاهمها. احنا مش هنعرف نلم الناس اللي بره دول؟ دول تبع فريد حسان برضو؟ غيرهم يا فندم، دول عمالنا صانع. والبورصة؟ الناس وكل يوم هتنزل اكتر، خصوصا بعد البيان اللي اتفقنا عليه. ما ترفعليش ليه؟ احنا قلنا اول ما طلع سيادتك ان ده مجرد تهديد، لكن واضح ان التهديد خوف العمال نفسهم. كم مصنع هددوا انهم يقفلوا؟ لحد دلوقتي 12 مصنع من اكبر مصانع البلد. تفضل انت يا علام. كبروا وخرفوا ولازم يتعذبوا. روح لهم بنفسك يا عبد الفتاح. انا ريس. ايوه، عرفهم ان في حاجه اسمها تأميمات ومصادرات. عرفهم كمان ان في بلد ما تلويش دراعها ابدا. الضغط على هاشم الايام اللي جايه هيبقى في كل حاجه. مشاهدينا، أسئلة كتير وعلامات استفهام كتير ملهاش إجابات، بداية من وجود بعض المتظاهرين في إيديهم سلاح مش عارفين جه منين ودخل البلد إزاي، وكمان العنف الغير مبرر من بعض أفراد الشرطة. بالإضافة لده حادثة الأستاذ عمر فضل بعد خروجه من أحد البرامج، وفوق كل ده قمع الحريات وإيقاف برنامج ومنع مذيعة من الظهور. يا ترى مين يقدر يجاوبنا على كل الأسئلة دي يا ريس؟ مريم، أنت مش خايفة؟ كل اللي بيحصل ده مش ممكن يضرك ويخسرك كل حاجة. أنا هخسر كل حاجة لو هاشم حس إن هو مش محتاجني. لما بتخش خناقة مع واحد وأنت متأكد إنك مضروب، مضروب. عندي حق ولا ما عنديش حق يا دكتور؟ اكلمهم مع الامن القومي يكلموني على الحريات، زي ما اكون انا منعت البرنامج بمزاجي. ايه الجنان؟ ايه الفوضى دي؟ بس يا فندم، تطهير الاعلام خطوه صعبه قوي، والبعض ممكن ياخدها على انها ضد الحريات. بلاش كلام تقيل ده، تطهير والمصطلحات دي. برنامج وقناه زي دول بقوا مكان لاثاره الفتنه، اعمل ايه؟ استنى لغايه لما يولعوا البلد اكتر ما يولع؟ طيب سيادتك عايزنا نعمل ايه؟ القناة دي لازم تتقفل فورا. أنا بدأت أقلق يا فندم، من شوية قلت تأميم
ودلوقتي بتقول نقفل. يا دكتور انا مش ضد الحريات، بس كل حاجه ليها حدود، واللي يتخطاها لازم يتعاقب. انا لسه جاي الخبر من شويه، بس للاسف رجالتي ما عرفوش الا بعد ما تم الاعتقال، وطبعا ما لحقتش اتصرف. كده هاشم خلاص عارف انت بتعمل ايه، واكيد كمان عارف كل الظباط اللي معاك. طب هنعمل ايه؟ الرجب لازم يسكت ما يتكلمش. نقتله؟ انت جننت؟ عايز تقتل ابويا؟ وصل له رساله مني ان انا مش هسيبه وانه لازم يسكت. اما هاشم بقى انا هعرف ارد له الالم ده كويس قوي. اتفضل انت. انت متخيل انك ممكن تفضل ساكت كده على طول؟ انت اكيد عارف يا رجب ان محدش بيجي هنا ويفضل ساكت. وانت اكيد عارف انت بتكلم مين. رجب احنا قبضنا على كل رجالتك اللي انت مسرحهم في الشوارع، كلهم متكلموا وكلامهم متسجل. انت بتسجل كده؟ انت مش اي حد برضه. طب سجل شوف بقى. أنا ممكن أحرك الدنيا دي كلها وأنا قاعد مكاني على الكرسي ده. الرئيس راجل ما بيتكلمش وأنت عارف كده كويس، وعارف كمان إن أنا هخرج من هنا. بس اللي أنت ما تعرفوش بقى إن إحنا هنتحاسب، أنا وأنت والوزير بتاعك. انتوا مين؟ انتوا اتغيرتوا ولا ايه؟ طبعا يا فندم، في ورديات. طيب انا رايحه عند ناس صحابي، يبقى اكيد مش هتيجوا معايا. للاسف يا فندم، اوامرنا ان احنا ما نسيبش سيادتك. كنت فاكر ان الفترة اللي فاتت دي كلها انك بعيد عني. كنت بعمل ايه في القصر؟ بسقي الزرع؟ انا الفترة اللي فاتت ديت كنت بجمع كل الخيوط في ايديا، واديك شفت بنفسك رجالتك نفسهم تحت ايدي. شكلك مقزز قوي يا انيس في الصورة دي. هانم، أنا راجل أصلاً مصير للرسائل، بس أبوس إيدك، الصور دي لو وصلت للريس أو أي حد غيره شافها أروح في توكر. أنا تاريخ. توكر إيه وكلام فاضي؟ بقى في موزين محترم يقول توكر، وفي وزير محترم تتعمل في حركة زي دي. لما يبقى وزير ديني معاهم معاهم عليهم عليهم. أنا فهمت الدرس، استوعبته كويس.
النهارده انا خدامك تحت ايدك. رحمي اشارتك. لا لا وغير اشاره كمان. برضه شكلك مقزز. خلاص ما بقتش تنفع. تخيل الصور دي لو وصلت لهاشم، ساعتها هيبقى عندك حل من الاتنين، يا تقول له ان انت مالكش في الجنس الناعم وساعتها هتضطر تثبت له، يا تقدم استقالتك. استقالتي؟ ابعت له الصور؟ يعني ايه الكلام انت؟ مش عايز تتكلمي؟ طب عمر عمل لك حاجة؟ أنا لو غلطت يعني بأي حاجة طب انا مش هقدر استحمل كده من غير ما افهم فيه. احنا مش بطلنا قصة السجاير دي ولا ايه؟ سوري يا حبيبي، بس أنا حقيقي مش عارفة أتلم على أعصابي. أنا قلقانة جدا، مش عارفة أعمل إيه. وأنا كمان مش راضية أتكلم خالص. من امبارح ما أكلتش ولا شربت ولا بتتكلم. أنا خايفة يجرى لها حاجة يا رامي. أنا كمان خايف عليها، بس أنا مش هسكت ونفض المرة دي وهعرف في إيه. منى كانت دايما بتحاول تلمنا يا ماما، وانا كنت بقعد اتريق عليها، بس انا دلوقتي فهمت هي كانت بتحاول تعمل ايه. فكر اكلم بابا يجي يشوف حل. بابا اتغير يا ماما، فاق ومش هيسكت على اللي بيحصل ده. وعد مني كل حاجه تتغير. ايوه يا رامي، انا بكلم منى ما بتردش عليا. في ايه؟ انا اصلا كنت لسه هكلمك. منى مش راضيه تتكلم معايا حتى يا بابا. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ طب انا جاي حالا.
هسيبك ترتاح شوية. أنا متأكد إن أنت هتيجي تحكي لي على كل حاجة زي ما كنا بنعمل زمان. برضه ما ردتش عليك؟ لا مش عاوز أتكلم، زي ما أكون في دنيا تانية دماغها مش معاها خالص. أول مرة أشوف بنتي في الحالة دي. أنا عارف منك كويس. كنت تعرف بنتك كويس زمان. بلاش نتكلم في اللي فات، خلينا في اللي احنا فيه احسن. ومين خلانا في اللي احنا فيه؟ مين السبب يا هشام؟ مين اللي خلى كل واحد فينا في حته ما يعرفش اي حاجه عن التاني؟ لو بدأنا ننبش في الماضي مش هنخلص، كل واحد فينا هيعور التاني. بلاش احسن. هو فعلا بلاش احسن، لان انا اصلا ما يهمنيش اعرف مين فيكم اللي غلطان. انا عايز اعرف اختي مالها، منها ما بتتكلمش ليه؟ انا اللي عاوز اعرف منها مالها. امال انتوا قاعدين تعملوا ايه مع بعض؟ انت كنت فين يا بهجت؟ لازم ابعت الحرس عشان يجيبوك. اسف. وصلت الرساله لعمر؟ ايوه. وهو عامل ايه دلوقتي؟ عايش. انا عارفه ان انت زعلان عشان خاطر عمر وجيهان، بس انا عايزاك تشيل كل الافكار السودا من دماغك. أنا عمري في حياتي ما أعمل معاك كده. وإذا كانت كل مشكلتك أصحابك، فأنت عارف كويس قوي إن هما اللي ابتدوا، مش أنا يا بهجت. أنت عادتي الكل يا مريم، عادتي الكل، وأي حد جه في سكتك دوستي عليه. دوستي علينا كلنا وكملتي. أنت شارب يا بهجت؟ أيوه شارب، بس يا خسارة الشوربة ما بقاش ينسيني زي زمان، بالعكس ما بيفوقني. كفاية بقى، كفاية. انت مش خلاص عملت اللي انت عايزه وبقيت هاشم الرئيس وعايش لوحدك ومبسوط؟ وانتي، انتي مش كنت ضعيفة ومش قادرة تيجي على نفسك وتستحملي عشان بيتك وعيالك؟ انتوا مش خلاص مبسوطين ولا ايه؟ طب مش مرتاحين؟ طب كفايه انانيه بقى. لا بعد ما كل واحد خلاص عمل اللي هو عايزه فيكوا، جايين بقى بتشوفوا منا بقى، مالها منا؟ يا مالها منا؟ انا بقى اقول لكم مالها منا. منا تعبانه ومش عارفه تعيش. زي ما انا تعبان كده بالظبط وما بقتش عارف اعيش. وانتوا كل اللي فارق معاكم خلاص بقى مين فينا الصح ومين فينا الغلط. يا سلام. انت بقى بتحل مشاكل البلد صح؟ بس على فكره عادي جدا ممكن اي حد يعمل كده. بس مشاكلنا احنا يا بابا انت الوحيد اللي تقدر تحلها. انت بتهلفط بالكلام يا بهجت. انت شريك معايا في كل اللي بيحصل. ناس انت عملت فيها ايه؟ فاكر لما كنت بتقول لي اجري وسباق يا مريم؟ خلي طموحك قدام عينيك يا مريم. فاكر لما كنت عايزه اسيب هاشم وراح لعمر قلت لي ايه؟ اوعى يا مريم، ارجعي لهاشم. نسيت كل الكلام ده؟ انت اكتر واحد عارف ان السياسه دي لعبه وسخه قوي، وكنت عارف كل حاجه انا بعملها.
عارف انا دوست على كام واحد عشان اوصل لمركزي ده؟ جاي دلوقتي تعمل فيها ملاك؟ لا مش ملاك، وعمري ما تخيلت ان انا ملاك. ما انكرش ان انا عملت معاكي كل حاجه، ما انكرش ان انت كنت اكتر واحده انا مؤمن بيها، وكنت مؤمن كنت بشوفها في عينيها. بس خلاص اتخايف، ما بقتش قادر استحمل، ما بقتش قادر استحمل الدم اللي بيسيل كل يوم. بالذات لما لقيت الدم اللي بيسيح ده دم اقرب الناس ليا، خفت. خفت يا مريم الدم اللي يسيح بعد كده يبقى دمنا او حتى دمك انت. انت عارف كويس قوي يا هشام اي حاجه بتحصل لاي حد فينا ان اللي بيكون وراها مريم. طبعا ما هي الوحيده اللي ممكن تاذينا، خصوصا انك انت سايبها تعمل اللي هي عايزاه. وانا مش هسمح لها ابدا انها تاذيكوا. بل يعني ما سبتهاش تعمل كده قبل كده. انت عاوزها تقولي مين اللي دخلها البيت ده؟ مين اللي دخلت عن دورها ورفضت تكمل وانسحبت؟ الحقيقه على فكره واضحه، ما تعمليش نفسك ما انت شايفها، لان الحقيقه زيها زي الشمس ما نقدرش نخبيها طول الوقت، ان مسيرها تظهر وتبان. على فكره انا كنت فاكره ان انا متجوزه راجل منا حبيبتي. منا من العسل. انا شايفه ان انت تروح تغسل وشك ونتكلم في وقت تاني بقى كده. ارجوك يا مريم، ارجوك اسمعيني. انت بقيتي خطر، بقيتي عامله زي النار اللي بتحرق اي حد يقرب منها، تبقى نهايته وحش قوي، بالذات بعد اللي انا شفته واللي حصل لعمر وجهان. بقيت خايف، بقيت بمشي في الشارع اتلفت ورايا، اقول لنفسي يا ترى الدور هيجي عليا امتى. انا استحاله اعمل فيك كده، انت ما خنتنيش يا بهجت، ما عملت زيهم. المساله مش خيانه، انت دلوقتي ممكن تضحي بيا عشان تكسبي بنت صغير قوي في اللعبة اللي بتلعبيها مع هاشم الرئيس. بهجت خد لك يومين اجازة رايح اعصابك فيها. انا فعلا محتاج اجازة، على فكرة انا كنت جاي عشان اطلبها منك. قررت استقيل. قررت لوحدك كده؟ هل انت متخيل بسهوله كده يا بهجت هتمشي وتسيبني وانت عارف كل اسراري؟ انت اذكى من كده بكتير يا بهجت. انا شايفه ان انت تاخد بالك من كلامك وتفوق. انا عمري ما كنت فايزة دلوقتي، انا ما بقتش تفرق معايا، ما بقتش تفرق معايا هتعملي ايه. دماغي حاسس انها هتنفجر. اعملي اللي انت عايزاه، اسجنيني، اقتليني، اعملي اي حاجه تيجي في بالك. بهجت واضح قوي ان انت اتجننت. على شكل واحدة قلبها مجروح،
حبيت تعيش بين البشر ما لقيتش بينهم اي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجع ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح. حبيت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح. حبيت تعيش بين البشر ما لقيتش بينهم أي باب مفتوح. كل مكانه فرحها يروح. ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين اتقدمين واتعلمين قدامي. شر الحريم مش مين ما فيش وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. في ماضي لازم يتنسي ويتداس.